نسائية في مصر. وبما ان الحلقة نسائية بحتة النهاردة ونماذج مشرفة، منورني النهاردة في الاستوديو هنبتدي على طول الحلقة بيهم نماذج لبنات زي الورد، رفعوا اسم مصر اكتر من مرة. منورني النهاردة بطلات منتخب مصر في كرة اليد للناشئات اللي تم تتويجهم مؤخرا، اخذوا المركز الثاني في بطولة افريقيا وان شاء الله داخلين بطولة العالم، و هما قبل كده اخدوا مراكز متقدمه برضو. كل ده هنعرفه النهارده من كابتن رامي عبد اللطيف. مساء الخير يا كابتن. ازاي حضرتك؟ منورنا. كابتن رامي عبد اللطيف هو المدير الفني لناشئات منتخب مصر في كره اليد، مواليد 98 مظبوط؟ تمام. ومنورني بقى البطلات البنات الامارات، نبتدي من لينا احمد العمراوي. مساء الخير يا لينا. ونيرفانا محمد اسماعيل، هلو يا نيرفانا. وشيماء صبري وزيري، هاي. ومنة الله وائل محمد، صح مظبوط. منورين يا بنات. طبعا ابتدي الاول معاك وابارك لكم، الف مبروك. انا بارك في حضرتك. بس انا شايفه وسامعه من حضرتك سي في مشرف، عايزه ناخد كده نبذه عن السي في المشرف للبنات. هم المنتخب 98 تم تكوينه من 2014 وكانت اول مشاركه ليهم بطوله البحر المتوسط، ودي اول مشاركه دوليه ليهم. وخدوا المركز الثالث في بطوله البحر المتوسط، كان في فرق من اوروبا وتونس معانا، كانت البطوله في تونس، دي كانت اول بطوله كنا بنأهلهم لبطوله افريقيا. واول مشاركه ليهم كانت في بطوله افريقيا 2015، وكان طبعا معروف ان احتكار افريقيا كلها هو منتخب انجولا. فالحمد لله رحنا، واول بطوله افريقيه منتخب 98 دخلها مصر، هنقول مثلا من 30 سنه او طول العمر ما فيش حد خد البطوله دي خالص. فالحمد لله خدوا اول افريقيا في 2015، شاركنا في كاس العالم 2016، ودي اول مشاركه برضو للكره النسائيه في مصر في كاس العالم، والحمد لله خدنا المركز التاسع من 24 فرقه، ودي كان برضو انجاز يحسب ليهم. ودي كانت تاني مشاركه هي افريقيا الشباب بقى المرحله الاكبر. كنا من سنتين 2015 الشباب اشتركوا، خدوا ثالث افريقيا، فالحمد لله اول مره برضو شباب يوصلوا نهائي، والحمد لله خدنا تاني، وقدر الله ما شاء فعل ان احنا ما خدناش اول، بس برضو ده انجاز يحسب ليهم يعني في ال. وامتى بطوله العالم بقى؟ السنه الجايه 2018 ان شاء الله، شهر 8 2018. شهر 8. طب احنا عايزين نعلى بقى عن المركز التاسع ان شاء الله باذن الله. انا شايفه ان البنات